يهمنا برشا نطمنوا على صحة الممثل أحمد الندوسي. سمعنا أنه ثم وعكة صحية مؤخرا صارت مع أحمد الندوسي، إن شاء الله لاباس، هذا اللي نتمناه. وطبعا يهمنا أنه نطمنوا كل الناس اللي تحبوا، أصدقاء ومستمعينا والناس اللي تتبع أحمد الندوسي. أحمد المجري هو ممثل وصديق أيضا. أحمد الندوسي معنا في المباشر، مرحبا. أهلا وسهلا، شكرا بسباس، مرحبا بك وكل مستمعين. سيل هادي، مرحبا هادي. مرحبا هادي، شحوالك؟ الله يخليك، عايشك، مرحبا بيك، شكر، ومرحبا بكل مستمعين مزيك. يفضلك. برشا ناس تتسائل على صحة أحمد الندوسي وتحب تعرف، وإن شاء الله يقوم لنا لباس. هذا طبعا كل تمنياتنا نحن لهنا في مزيك وكل اللي متتبعي والناس اللي تبع أحمد الندوسي. طمنا على صحته أخويا. إن شاء الله يكون لباس. أنا طلعت لجوز أسباب، لأنه برشا ناس يعرفوا علاقة صديقتي الوطيدة بأحمد، سواء من الدومين، سواء الناس اللي تبعوا فينا على السوشيال ميديا وأصحابنا والناس اللي يعرفونا. دونك أحمد البارح أجرى عملية، وإن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل. الحمد لله، ما كل اللي بالنجاح حسب ما قالوا الإطار الطبي. المهم في هذا أنه ندعي له الناس كل بشفاء. والحاجة الأهم أني أنا طلعت، لأنه قاعد نشوف في السوشيال ميديا، قاعد نشوف في برشا صفحات تروج في أخبار كاذبة، وللأسف هذا يمس من نفسيتنا احنا كأصحاب والناس اللي تحبوا، ويمس بالأخص عائلته اللي مفجوعين ويعيشوا في حالة، معناها أي إنسان مريض ولا عنده شكون مريض راه باش يتقلق مهما كانت بساطة الحالة الصحية. معناها لذا نحب نطمن الجمهور ونقول لهم الحمد لله أحمد قام لباس كثير أولا يعني من العملية، وأي تدخل جراحي ولا أي حالة مرضية راهي تتطلب الراحة بتبيع. وتتطلب أنه الإنسان يقعد يأخذ فترة نقاه. لذا أحمد توا في فترة النقاه، إن شاء الله نقوله أحنا أنه يتجاوزها بصحة وعافية ويرجع لنا بوحميد الفدليك الضحاك الممثل الممتاز اللي نحبوه. هو الأهم من كل هذا سي الهادي أنه هو قام لباس والحمد لله. الحمد لله، معناها العملية كلها بالنجاح. اليوم أجراها العملية، أجراها البارح، وأكدوا معناها الإطار الطبي وشبه الطبي البارح أن العملية ناجحة والحمد لله. وأنا اتصلت بعائلته كل الحمد لله، إن شاء الله نجزها بالباهي إن شاء الله. هذا المطلوب، هو الباقي كله تفاصيل، لأنه صحته، الناس اللي تحبه تسأل برشا، أنت تشوف مواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي خدمت معاه، الناس اللي تعرفه من بعيد. وهذا مهم حتى مهم حتى لنفسية الممثل في حد ذاته. أنا أحمد الندوسي بالطبيعة لولا الحب ما كانتش الهجمة الكبيرة متاع الستاتيوات والناس اللي كتبت. تبقى ثم بعض صفحات للأسف معناها تروج في أخبار كاذبة وزائفة، هذا اللي احنا قلقنا. أما نشكره، ممكن أنا باسمي كصديق لأحمد الندوسي، نشكر برشا الناس اللي حبوا يطمنوا عليه، ونشكر الناس اللي كلموني، خاصة أنا معناها عن نفسي نتكلم، برشا ناس من ممثلين فنانين إعلاميين وأصدقائنا العاديين اللي ما يقولوش أهمية على الدومين ولا على أصدقائنا في القطاع. معناها الكم الهائل من الحب اللي شفته أنا لأحمد الندوسي ما ينجم كان يطلج صدري ونقول أنه الممثل التونسي محبوب في تونس والحمد لله. شو هي وعكة مفاجأة هادي المجري؟ نتفهم رأي إذا كنت طبعا ما تحبش تدخل في التفاصيل، وإذا من حق الممثل ومن حق العائلة، أما فقط لعبيت حتى تطمن، من هل وعكة مفاجأة لأحمد؟ الحقيقة ما نجمش نجاوب على الحالة الصحية ولا لا، ما نحبش ندخل في التفاصيل. أنا متاع كانت وعكة مفاجأة لأحمد، معناها مفاجأة سمعنا أنه يجري العملية منها. لا، هي فما صفحات قبل هبطت أنه حال عنده حالة صحية متعكرة شوي. لطف عليه، هذاك اللي نسرع، لطف عليه، ان شاء الله لاباس. هادي المجري، نشكرك برشا انك اخترت موزايكا فام باش تطمن احمد الندوسي، باش تطمن جمهور احمد الندوسي على صحته. انت زاده شكر، مشكور جدا، ومشكوره موزايك اللي يهمها اخبار الفنانين واللي تتبعنا واللي يهمها اني تقدم للراي العام الخبر الصحيح والمحايد والمصدر والتامل، خاصه تطمن خاصة الجمهور. الحمد لله،
احمد لندوس قام لباس من العمليه ويتماثل للشفاء. وطبعا شكرا لك هادي المجري، يعطيك الصحه انك طمنتنا على صحته. دونك احمد لندوس لباس وان شاء الله ديما لباس، هذا هو طبعا اللي نتمناوه ليه ولكل جمهوره.